لطالما كانت مصر هي الهدف الأهم في مشروع الإخوان، لعل ذلك يفسر زرع الجماعة في هذا البلد وتركيزها على محاولة التمدد والتبغل فيه منذ عقود طويلة. فمصر هي درة التاج في مشروع الجماعة. التلفزيون المصري عرض مجموعة من الوثائق السرية لجماعة الإخوان تحت عنوان فتح مصر، تتضمن تفاصيل خطة الجماعة للتغلغل في المجتمع وصولا للهيمنة على الحكم. يعتمد مخطط الإخوان في التغلغل داخل المجتمع على استخدام العاطفة الدينية لدى عوام الناس بهدف الوصول للسلطة، وبدأ ذلك عبر تأسيس الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع الإخواني. فإذا فشل في الوصول للسلطة يتحول الهدف إلى محاولة تعطيل السلطة القائمة عن ممارسة عملها بكفاءة، سعيا للتأثير على مقوماتها الاقتصادية ثم محاولة إسقاطها في النهاية. خطة فتح مصر كتبت بيد القيادي المتطرف بالجماعة خيرت الشاطر، وهو يوصف بأحد الصقور القطبيين داخل الجماعة، أي المتشبعين بأفكار منظر الإخوان الأشهر سيد قطب ومؤسس الفكر التكفيري لدى أغلب التنظيمات المتطرفة. تفترض ما تسمى بخطة فتح مصر أن مصر ليست بلدا إسلاميا، وتحاول الخطة إسقاط الآيات التي نزلت بشأن الكفار في القرآن الكريم على المجتمع المصري في تحريض وتضليل واضح، يستند في ذلك إلى نظرية جاهلية المجتمع التي اخترعها سيد قطب. الغريب يحط الآيات اللي هي نازلة على الكفار أيام النبي على الفئة الثانية اللي هي الدولة، قاتلونك وردكم عن دينكم، كأن احنا هنردوا عن دينه، محدش قال ارتد عن دينه. كل الجوامع دي ما انا مش هردك عن دينك ازاي؟ يفسر هذا النهج التكفيري السلوك العنيف الذي تبنته الجماعة منذ نشأتها في بدايات القرن الماضي وحتى انهيارها خلال العقد الأخير، واستهدافها للمجتمع بعمليات إرهابية راح ضحيتها المئات من الأبرياء على مدار تاريخ الجماعة. تكشف الوثائق أيضا أن الجماعة لديها تنظيمين وليس تنظيما واحدا. تنظيم علني هو الذي يتولى مهام الاستقطاب ومحاولة اختراق مجالات السياسة والاقتصاد، وتنظيم آخر سري هو المحرك الحقيقي للجماعة ويعرف بالتنظيم الخاص، أنشأه حسن البنا واستمر يحكم الجماعة عبر جناح مسلح. ولم تنكر الجماعة وجود ذلك التنظيم، وسبق أن اعترف مرشد الجماعة الأسبق مأمون الهضيبي بوجوده. نحن نفخر ونتقرب إلى الله بجهاد السلم. وفيما تدعي الجماعة أن نهجها في العمل سلمي يقوم على ما تسميه الدعوة، إلا أن الوثائق كشفت عن أن الإخوان يسعون بشكل دائم للتحالف مع التنظيمات المتطرفة الأخرى بل ودعمها لتحقيق أهداف الجماعة. يفسر هذا صلة الجماعة بالمتطرفين في سيناء إبان أحداث 2013، وقتها اعترف القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي بصلة الجماعة بالمتطرفين في سيناء وبتحكم الجماعة في عمليات الإرهابيين هناك. هذا الذي يحدث في سيناء يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه صحح الوضع ورده إلى أهله. عناصر الخطة التي نشرت على الإعلام المصري حاولت الجماعة تطبيقها بالفعل، وهو ما يؤكد صحتها، ويؤكد أيضا أن الدولة المصرية كانت تواجه مخططا ممنهجا وليست تحركات عشوائية، لأنها استطاعت في النهاية التغلب على مخططات الجماعة ووأدها، وهو ما أدى لانهيار الجماعة ليس في مصر فحسب بل في دول كثيرة امتد لها نشاط الجماعة، إلا أن نفوذها انحصر بشدة مع انهيار مشروعها في مصر. استطعنا بفضل الله وبإصرار الشعب وإرادته أن نحمي وطننا، ونجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية